بسم الله الرحمن الرحيم. إخوان الطلبة، أخواتي الطالبات، قسم النهائي، شعبة الرياضيات وشعبة التقنية الرياضي وشعبة علوم تجريبية، أقدم لكم تمرين فيما يخص التحويلات النقطية. إذا التمرين وش يقول؟ المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد متجانس أو في أم نقطة من المستوي لاحقته زاد. عين مجموعة النقط أم في كل الحالات التالية. الحالة هذه هي زاد زايد 2 إي على 1 ناقص إي زاد، هذه هي. ولكن هذا العدد هذا وهو عدد مركب ينتمي إلى مجموعة الأعداد إذن الحقيقية. نعتبر زاد إكس زايد إي إيغريك. إذا انتمى، إذا كان هذا العدد المركب حقيقي لازم يكون زاد يساوي إكس، لا، لأن الزاد ينتمي إلى R. معناه نكتفي بالجزء الحقيقي. إذن زاد زاد زايد اي ايغريك على 1 ناقص اي زاد يساوي جرونت اكس، وهو ينتمي الى ار. اذن اخذنا مثال زاد تساوي اس ايغريك وزاد مرافق إكس ناقص إيغريك. في حالة إذا زاد ينتمي إلى الأعداد الحقيقية، معناه زاد يساوي زاد مرافق إكس يساوي إكس. رانا في الحالة هذه نقدر نكتب إذن زاد زايد هين إي على 1 ناقص إي زاد يساوي زاد على 2 إي على ناقص 1 ناقص إي زاد، ولكن مرافق. والمرافق لهذا الكسر هو المرافق لزاد اي على المرافق ل 1 على اي زاد. وهذا واش مدلنا زاد مرافق ناقص 2 اي على 1 زايد اي زاد مرافق. واش لاحظوا لهنا؟ هذا نضربوه في هذا البسط الاول، نضربوه في المقام الثاني، وهذا البسط هذا نضربوه في المقام الاخر. مدنا زاد زايد 2 اي مضروب في 1 زايد اي زاد بار يساوي 1 ناقص اي زاد مضروب في زاد بار ناقص 2 اي. نضربه في بعضها. اذن زاد في زاد بار تولي اي زاد مربع،
بعد تولي لنا 2 اي من بعد واش يولي لنا ناقص 2 زد بار يساوي 1 على زد زد بار 1 على ناقص 2 اي ناقص 2 اي من بعد لنا ناقص اي زد مربع ومن بعد ناقص اي زد مضروب في ناقص 2 اي تولي تقلب لنا ها ناقص في ناقص زيد من بعد الاي في الاي هو ناقص دونك ناقص 2 زد الور ما علينا الا ان ننقل الاعداد اللي موجوده في اليمين ها المعادله اتجاه اليسار واش نلقاو نلقاو زاد 2 نضرب 2 اي زيد زاد زاد وراي زاد هاي زاد زاد وزاد هاي تولينا 3 زاد من بعد تولينا ناقص 3 زاد مرافق زايد 4 اي تساوي صفر نعتبر زد هي اكس زد اي ايغريك نعوض تولي 2 اي ضرب في اكس زد اي ايغريك زد 3 اكس زد اي ايغريك ناقص 3 اكس ناقص اي ايغريك زيد 4 اي تساوي صفر نتم ننشر كذلك تولي اي 2 اكس مربع هذه زيد 2 اي اكس ايغريك هلا زيد 3 اكس زيد 3 اي ايغريك ناقص 3 اكس زيد ثلاثة اي جريك لهنا زيد 3 اي جريك زيد 4 اي هذه هي خدمة نزيد ننشر تولي اي 2 اكس مربع ناقص 4 اكس ايغريك زائد اي 2 ايغريك مربع زائد 6 اي ايغريك زائد 4 اي يساوي صفر لهنا نوزع الجزء الحقيقي والجزء التخيلي إذن واش نكتب لهنا 4
إكس إيكغراك زايد إي اثنين إكس مربع زايد اثنين إيكغراك مربع زايد ستة إيكغراك زايد أربعة تساوي صفر. لهنا باه تكون هذه المعادلة كاملة تساوي صفر، عندنا هذه الحالة، هذه تكون تساوي صفر. فوالا، إذن واش نكتبو؟ نكتبو اثنين إكس مربع زيد اثنين إيكغراك مربع زيد ستة إيكغراك أربعة تساوي صفر، أي إكس مربع زيد إيكغراك مربع زيد ثلاثة إيكغراك زيد اثنين تساوي صفر. هذه المعادلة نقدرو نحولها إلى علاقة، إلى دالة، إلى معادلة لدائرة. كيف؟ إيكغراك تولي إكس مربع زيد إيكغراك ثلاثة اثنين مربع ناقص اف مربع زائد اثنين تساوي صفر، اي اكس مربع زائد ايكغراك زائد ثلاثة مربع ناقص واحد على أربعة تساوي صفر. أي إكس مربع زائد إيكغراك زائد ثلاثة تساوي واحد على اثنين مربع. وهذه وشني هذا المعادلة؟ هذه هي معادلة لدائرة مركزها راكم تشوفوا هنا مركزها صفر وناقص ثلاثة على اثنين مركزها ومقادك ونصف قطرها وشني هي واحد على اثنين حسب المعادلة العامة لدائرة وهي إكس ناقص إكس زائد إيكغراك تساوي آر اثنين إكس إن هي إحداثيات مركز الدائرة.
و R هو نصف الدائرة. إذا شاهدت هذا التمرين طويل شوية، ولكن عنده أهمية كبيرة، عنده أهمية كبيرة. إذا مجموعة النقاط M هي دائرة مركزها أوميغا 0.3 - 3 هذاك، ونصف قطرها هو 1/2، ما عدا النقطة دي 0.1. علاه 0.1؟ لأن الكسر، لأن كسر زيد اي على 1-E زاد معرف من أجل 1-E زاد يختلف على 0، أي زاد يختلف على -E. طيب شكون يعود لهنا -E؟ معناه لهنا تصبح 0، ونقص اي هي وشني؟ زاد هي 0-E، 0 ولا هنا -1. إذن هذه هي 0-E. يسمى هذه وذا وانتهينا من هذا التمرين، وأرجو منكم إعادته بدون مشاهدة الفيديو، لأن التمرين هذا عنده فائدة كبيرة. والسلام عليكم ورحمة الله. زاد يختلف على -E. بنك 3.